كثير من الأشخاص بيجهلوا بعض الأمراض اللي ممكن يكون السبب الرئيسي هو النمط الغذائي وأيضاً العادات الغير صحية، وخصوصاً بالفترة الأخيرة انتشرت كثير طبعاً التدخين بأشكاله وأنواعه بين الشباب والصبايا، أيضاً حتى مع كبار السن، وأمراض أخرى ممكن تؤدي لحتى يصير عندنا أمراض قلبية خطيرة، واللي منا أو اللي رح نحكي عنه اليوم أبرز قصور القلب أو ما يسمى بفشل القلب الاحتقاني. تماماً يا سلمى، هي المشكلة بتصيب العضلة القلبية خص نص يعني، وبتأثر على قدرتها بشكل مباشر على عملية ضخ الدم على كامل الجسم. أكيد طرق التشخيص اليوم جداً ضرورية لكل الأشخاص يلي ممكن يعانوا من مؤشرات نتيجة إذا قلنا الحياة الغير صحية أو التدخين أو من عوامل ثانية مثل المشاكل والعصبية والستريس. شو هي الأسباب لمشكلة قصور القلب أو فشل القلب الاحتقاني، وشو هي أيضاً طرق العلاج؟ كل هاي التفاصيل رح يجاوبنا عليها اليوم الدكتور أحمد العايد، استشاري بأمراض القلب والقسطرة القلبية. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا فيكم ويسعد صباحكم. صباح الخير دكتور أحمد. صباح النور. خلينا نبدأ مع العنوان اللي طرحناه اليوم، فشل القلب الاحتقاني أو قصور القلب، شو أسبابه علمياً؟ القلب هو العضلة الموجودة في تجويف الصدر اللي بحجم قبضة اليد، عضلة مهمتها ضخ الدم لأعضاء الجسم المختلفة. كل خلية بجسم الإنسان تحتاج إلى الدم يلي بيقوم بضخه هو القلب، فالوظيفة الأساسية هي ضخ الدم. هلأ فشل القلب بهذا الأمر هو اسمه قصور القلب. فقصور القلب إذن هو الحالة اللي بيفشل فيها القلب عن الضخ الكافي، بضخ ولكن بشكل غير كافي لتروية الأعضاء، أعضاء الجسم المختلفة، فبصير في نقص بالتروية بكل أعضاء الجسم نتيجة قصور القلب. طيب دكتور، اليوم في كتير أشخاص ممكن يصير عندهم أعراض أو مؤشرات يتخربطوا فيها، يقولوا أنا شو معي ممكن بالضبط، ممكن يعانوا من ألم بالصدر، ممكن تصير عندهم بعض الأعراض المشابهة لأعراض إذا كان الشخص عنده مشكلة قصور بالقلب. اليوم كيف فينا نحدد أو شو هي المؤشرات اللي بتكون واضحة؟ الحقيقة العرض الأهم والرئيسي هو ضيق النفس. فمرضى قصور القلب بصير عندهم ضيق نفس، وخاصة على الجهد، عدم تحمل الجهد بنسميه، أو التعب، الإعياء. أيضا من الأعراض هي وزمات بالأطراف السفلية، خاصة الوزمات هي بتنتج عن احتباس السوائل اللي بينتج عن قصور القلب، لكن بضل العرض الرئيسي هو ضيق النفس أو الزلة الجهدية بنسميها. بتبلش بالأول للجهد البسيط، بعدين بتصير للجهد المتوسط، بعدين بتصير للجهد الخفيف جدا، وهي الحقيقة مرحلة شوي متقدمة بتكون. أيضا من الأعراض هي زيادة الوزن الغير مفسرة، يعني خلال مثلا أيام أو أسابيع قليلة ممكن يزيد وزن الإنسان 3 كيلو أو 4 كيلو فرضا، وما بيعرف ليش، هو أكله نفس الشيء ما تغير عليه، حركته نفسها ما تغيره، هي ايضا من اعراض قصور القلب بدون اي اعراض ثانيه ممكن. هذا يعني بيؤدي لوزمه مائيه مثلا تماماً بالجسم، احتباس سوائل، احتباس السوائل، بصير في تراكم سوائل. هلا اسهل ما تكشف السوائل هي بالقدمين، صحيح الحقيقه بالساقين، لكن هي السوائل تكون موجوده وزياده بكل الجسم، حتى بالرئتين، حتى بالبطن، حتى باي مكان بالجسم بتكون محتوى السوائل شويه زياده مزعه كل الجسم، ممكن ما يبين بمكان واحد. فزياده الوزن المفاجئه خلينا نقول ممكن تشير لوجود قصور قلب. لكن نرجع للعرض الاساسي اللي هو ضيق النفس. طبعا في ناحيه لازم ننبه عليها جدا مهمه، ضيق النفس يمكن عرض شوي شائع تماما، فهو بيهمنا التغير، كثير اشكال بالضبط، بس بيهمنا التغير. يعني مثلا كان يمشي الانسان مسافه مثلا 5 كيلومتر ما يضيق نفسه، او يطلع 3 طوابق 4 طوابق ما يضيق نفسه، هلا صار يمشي كيلومتر واحد يضيق نفسه، يطلع طابق واحد يضيق نفسه. اذا تبدل الاعراض عند المريض، هذا الشيء المهم اللي ممكن يأشر لوجود قصور قلب حديث أو جديد صار عنده. مع أنه عادة هي قصور القلب بيكون تدريجي، قصور القلب الاحتقاني هو حدثية مزمنة، مرض مزمن بينتج عن أمراض كثيرة بالقلب. يعني أهمها هو نقص التروية القلبية، داء الشريان الإكليلي، الانسدادات بالشرايين الإكليلية، لما ما تتعالج
بتأدي بالنهاية إلى قصور القلب. السبب الرئيسي الثاني بالمرتبة الثانية بيجي ارتفاع التوتر الشرياني، ارتفاع الضغط. ارتفاع الضغط غير المعالج بيؤدي إلى دخول المريض بشيء اللي بنسميه قصور القلب، واللي قصور القلب الاحتقاني هو المرحلة المتقدمة من كلمة قصور القلب. الأول قصور قلب عادي، بعدين بصير احتقاني، هذا شوي متقدم يعني صار. فهو أي مرض الحقيقة بصيب القلب أو الشرايين إذا لم يعالج سيقود في النهاية الحالة إلى ظهور شيء اللي بنسميه قصور القلب الاحتقاني، واللي هي حالة شديدة، واللي علاجها يعني الحقيقة والحالات تقدم العلاج هو زرع القلب. يعني طبعا في أدوية كتير، في إجراءات كتير ممكن نعملها، لكن لما يكون مزمن وشديد جدا بيتوسع القلب، بترقق جداره، بدل ما يكون 1 سنتي ممكن يصير 0.5 سنتي مثلا، فوقتها بصير الحل المثالي هو زرع القلب، وهي مرحلة كتير متقدمة. وطبعا ما أنا موجودة عنا لأنه التشريعات ما بتسمح بزرع القلب عنا، ولا هي عملية مو كتير صعبة يعني الحقيقة، هي بتصير بس بدنا تشريعات قانونية تسمح للمشفى مثلا أنه يأخذ القلب من متوفي مثلا أو متبرع دماغي. ما في تبرع غير متوفي، غير يعني بيقولوا ميت جديد يعني. تماما، هو الوفاة الدماغية اللي ممكن الإنسان متوفي دماغيا، يعني هذا أكيد متوفي لكن قلبه شغال، هلا مثل حوادث سير مثل أي شيء، فممكن يصير هذا الشيء. بس نحن يعني الغاية أنه ما نوصل لهالمرحلة. كيف نوصل لمرحلة؟ بعلاج أمراض القلب، علاج الضغط، علاج السكري، علاج الكوليسترول والشحوم من البداية. لما نعمل العلاج صحيح ونتابع الحالة ما بيدخل المريض بقصور القلب أبدا. حضرتك حكيت نقطة مهمة كان بدي أسألك عنها، اللي هي علاج خلينا نقول المسببات اللي بتفاقم حالة أمراض القلب أو قصور القلب بالذات، منها الضغط، منها أيضا السكري، هذا اللي بخلينا نحكي أكثر منهم الأكثر عرضة للإصابة بقصور القلب، فقط مرضى السكري أم هناك أمراض أخرى ممكن تأثر؟ ممكن الأشخاص اللي بيكون عندهم مرضى من التدخين مثل ما قلنا، بيكون عندهم التهاب قصبات مزمن COPD أو غيره، هل هن كمان عرضة للإصابة بقصور القلب؟ أكيد، لأنه COPD عادة نتيجة الدخان، بس الدخان ما رح يأثر بس على الرئتين، على جهاز التنفس، رح يأثر أيضا على القلب. تأثير الدخان على القلب هو على الشرايين بشكل رئيسي. لما بصير في تصلب شرايين، بصير في تضيق شرايين، دخلنا بالحالة يلي اسمها نقص تروية قلبية. نقص التروية القلبية هذا إذا ما تعالج رح يقود بالنهاية إلى دخول المريض بقصور القلب، وبعدين قصور القلب الاحتقاني. الشيء المزعج بالموضوع الحقيقة أنه كل هاي الأمراض قابلة للعلاج. يعني لما ناخذ الموضوع بجدية، لما المريض يهتم بصحته ويراجع طبيبه وياخذ التعليمات بكل جدية. أهم جملة تقولها، لأنه في كثير ناس أنا بيقول لك خلص أنا كبرت شو رح يصير؟ بدي أعيش كم يوم؟ تماما، فهي لما ناخذ الموضوع بجدية ويتعالج بشكل دقيق وفق المعايير العلمية الدقيقة العالمية، واللي الحمد لله هلا كله متوفر عنا للأمانة، يعني من ناحية الأدوية، من ناحية التداخلات، يعني مثلا تداخلات عن طريق القسطرة القلبية صارت جدا متقدمة ومتطورة عنا، يعني صرنا 90% من أمراض الشرايين الإكليلية نقدر نحلها عن طريق القسطرة بدون جراحة، بدون تخدير عام، منرجع التروية الجيدة للقلب ومنمنع دخول المريض بقصور القلب. لما نوسع الشرايين بالبالون والشبكة عم نمنع دخول المريض بالمرحلة النهائية اللي اسمها قصور القلب. لكن الفكرة هي المتابعة فقط، متابعة من قبل الطبيب والمتابعة من قبل المريض نفسه لحالته. بيجينا المريض للأسف بتشخص مرضه وبياخد علاجه وممكن ل4-5 سنين ما يراجع. هذا أكبر غلط، لأنه الحالة هي متبدلة بطبيعتها، مثل ما بيقول المثل العربي بيقول وما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه، وهذا نحن فعلا بنشوفه فعلا، يعني هذا الأمر. يعني الآن حالة المريض الآن حتما ما راح تكون مثل قبل 6 أشهر ولا قبل سنة ولا قبل سنتين. كيف نحن منختلف من برا كمان من جوا عم نختلف، تقلبه عضويا مو تقلبه نفسيا، هلا بيفهموه عفاف انه عم نحكي لا حتى نفسيا عن الحب ممكن. والمشاعر هو اكثر شيء عم يصير تقلب نفسي، بس هو بيأثر عضوي، عضويا عم كثير عم يفرق وضع القلب الحقيقه، من ناحيه الضغط، النبض، الشرايين، صمامات، ممكن تظهر تكلسات. بيجيني مريض مثلا هلا بفحصه بعمل له ايكو تخطيط،
بعد 5-6 سنين بلاقي في تكلس بدا يظهر على الصمام مثلا، صار عنده قشور ما كان موجود هذا سابقا، بلش يدخل بقشور قلب كانت وظيفه القلب ممتازه، صار الان داخل بمرحله اولى من قشور القلب لنفرض. فكثير مهم التداخل السريع، سواء كان بالادويه سواء كان بالشيء اللي بنسميه تعديل نمط الحياه لايف ستايل موديفيكيشن، او بالنهايه بالمداخلات عن طريق القسطره اللي هي هدفها اعاده الترويه واصلاح الخلل بالشرايين حيث ما وجدت، لحتى نامن اعاده الترويه للقلب، لحتى يقوم هو ايضا بترويه الجسم كله بما يلزمه من المغذيات من الاكسجين عن طريق الاكسجين عن طريق الدم الحامل للاكسجين والمغذيات. الفشل هو لما ما نقدر نعالج هالمراحل هي كلياتها ونوصل لهالمرحله اللي اسمها قشور قلب، واللي هي مرحله الحياه سيئه، والعلاجات في علاجات كثيره، ولكن اذا كان مرحله كثير متقدمه ما عم تعطي نتيجه اساسيه ونتيجه مرضيه، وبرا في عندهم زرع القلب نتمنى يدخل لبلدنا يعني ان شاء الله القوانين تسمح بهالموضوع. الحقيقة زرع القلب كمان بيحل هالقصة، كمان في عن طريق القسطرة تركيب البطاريات تركيب الأجهزة المساعدة للقلب أيضا هي موجودة، بس مشكلة كمان كلفة كتير كتير عالية يعني للأسف. ففي حلول للحالة هاي، لكن منبلش أولا بتعديل نمط الحياة وعلاج المرض الأساسي لحتى ما نوصل لهالقصة. تعديل نمط الحياة انه نوقف الدخان اذا كنا عم ندخن، او الارجيله اكيد بشكل قطعي ونهائي، والضغط نعالجه، السكر نعالجه، الكوليسترول والشحوم نعالجهم. وكلمه العلاج لا يعني بس اخذ دواء، يعني مثلا مريض نعطيه حبه ضغط بنقول له تمام فكر حاله انه تعالج، قد ما ينزل على الحبه، بجوز نحتاج تنتين، بجوز نحتاج دوائين، الغايه هي ضبط الضغط. فبأي طريقة لازم نعمل ضبط ضغط أكيد، هي من طريق المتابعة والمراقبة الدورية. ذكرت دكتور أنه ممكن العلاج ما يأخذ نتيجة استشفاء تامة إذا كان المرض أو المشكلة واصلة لمرحلة متقدمة متطورة كتير. طب هون يجب على الشخص هون التعايش مع هاي المشكلة وخلص، يعني بده يكفي حياته أو اللي بقيان من حياته. هلأ بدنا نتعرف منك على المضاعفات، ممكن هي تأثر بالعمر ولا لا، بس اول شيء هي بدنا سبل للتعايش مع هي المشكله. خلينا نقول كيف ممكن انا اتعايش مع هي المشكله واقضي حياتي هيك بسلام اكثر وبدون ما اتعب نفسيا. هذا مهم جدا الحقيقه، كثير موضوع مهم. اول شيء المريض ما لازم يحارب مرضه. لما المريض بيسمع بنقول له معك قشور قلب بصير في عنده نظره عدائيه تجاه المرض، ويمكن هذا أكثر شيء بيأثر على المريض وعلى سير المرض. المريض اللي يصاب بمرض مزمن يجب أن يتعلم كيف يصادق مرضه. كيف تفضلتي قلتي يتعايش، نحن نقول حتى يصادق مرضه، خلص هذا رفيقك بدك تعرف كيف تعيش معه كيف تحتويه، بهالطريقة منسيطر عليه للمرض. أما إذا عملنا حالة عدائية مع المرض فالمرض أقوى منا رح يسيطر علينا. طبعا موضوع الاكل لازم كثير يكون منتظم بحميته مريض القلب، يبتعد عن الوجبات الدسمه، يبتعد عن الوجبات الثقيله، وجبه واحده ثقيله غلط كثير كبير، وجبات متعدده وصغيره، لانه عمليه الهضم هي جهد على القلب. يعني المعده لما بدها تعمل عمليه هضم بدها تستنفر القلب ليضخ الدم باعلى مستوى للمعده لحتى تمارس هذا العمل. فهي عملية الهضم هي عملية كتير مرهقة للقلب وللمعدة، فإذا كانت وجبة ثقيلة حتما رح يتأثر. وياما شفنا مرضى دخلوا بأزمة رئة بعد وجبة كتير دسمة، هذا كتير مهم الموضوع. الموضوع الثاني الحمية عن الملح، طبعا كمان الملح مو بس لأنه بيرفع الضغط، الملح بيأثر كمان على أداء القلب، طبعا الكثرة منه هو الملح عامل أساسي برفع الضغط، والحمية عن الملح بالمقابل هي علاج أساسي لارتفاع الضغط. وبدون حمية حتى في مقادير مقررة، يعني باليوم كله 5 جرام من الملح، أو هو طبعا يعني بيطلع 2 جرام صوديوم أو 5 جرام من كلور الصوديوم باليوم كله، بده ينحسب بالأكل بالشرب بأي طريقة دخل الصوديوم لازم يتحدد.
علاج الضغط ايضا، علاج السكري، علاج الكوليسترول والشحوم، الحقيقه كلهم هذول هي حميه من جنب وهي ادويه من جنب ثاني وهي رياضه. نحن نقول مثلث العلاج، الحميه والرياضه والدواء. لا تقوم قائمه للعلاج بدون هالمثلث هذا، لازم الثلاثه يمشوا مع بعض. اللي بيعتمد بس على الدواء بدون حميه بدون رياضه ما راح يستفيد. صحيح. واللي بيقول لحاله انا بقدر اعالج الضغط والسكر وكذا بس بالحميه كمان ما راح يستفيد، الا اذا كان بالمراحل الاولى ايه ممكن الحقيقه يستفيد. الرياضه كثير مهمه الحقيقه باي مرحله من مراحل امراض القلب، كل مرض له الرياضه المناسبه له. اكيد نحن مريض قصور قلب ما راح نقول له نزيل العاب حديد ولا نزيل بطولات ولا لا، اكيد. بس كمان بالمقابل ما بصير نحرمه من الجهد، احيانا من خوفنا على المريض بنعمله مقعد، نحن بنعمله مقعد، لا تحرك لا تعمل لا تقيم لا تطلع، هلا صار فهذا رياضه فيزيائيه بالبيت خطأ. وهو نايم بيقدر يعمل رياضه. صحيح. يعني معلومات دائما مهمه ومفيده من حضرتك دكتور احمد، شكرا لك ولوجودك معنا. شكرا لكم، الصحه والسلامه للجميع. شكرا لك دكتور احمد، واكيد نتمنى السلامه للجميع. اهلا وسهلا فيك.